في فير بلاي اليوم متواصلين حتى لل 25، واصلوا استقبال ضيوفنا ومعنا بتليفون السيد انيس البيجي ناطق رسمي باسم الهيئه المديره للملعب التونسي. ثاني اهلا بك. اهلا بخويا، مرحبا بك يا اسلام ومرحبا بالساده المستمعين اذاعه اكسبريس اف. مرحبا. شنو احوالك؟ شنو الامور سيد؟ والله الحمد لله. الحمد لله. نستمر كما نسكن في عوده نشاط البطوله ان شاء الله. وامور البقلاوه شنو؟ والله ان شاء الله في تحسن، ان شاء الله بشويه بشويه الجروب بدا يلقى ان شاء الله في ريبير نتاعو. ان شاء الله امل انه نهار في الاوت يكون ان شاء الله البيك ان شاء الله في وقتها ان شاء الله. ان شاء الله ملعب التونسي بدا كما يلزم السيزون نتاعو. وين وصلت اليوم بعد انقطاع النشاط التحضيرات نتاع البقلاوه؟ مازلنا كي كملنا التربص الثاني، عملنا التربص الاول في حمام بورقيبه ثم رجعنا لباردو ومشينا التربص الثاني في من 13 ل 18 في مدينه المنافسير بجوز مقابلات وديه، والحمد لله اليوم ان شاء الله نرجعوا للتمارين في باردو ان شاء الله. باهي سي انيس، بالنسبه للافكتيف باش تحافظوا على اللاعبيه نتاعكم ولا كيفاش بالضبط؟ والله تعرف اللي اليوم فما تمديد في الموسم بطبيعه، فما لاعبيه اللي عقودهم حتى ولو تنتهي يعني في 30 جوان، فما لاعبيه مازال مش واصل معنا حتى نهايه الموسم هذا، وباش نحكيو كذلك على مساله تجديد العقود ان شاء الله قبل استئناف البطوله ان شاء الله تتضح الصوره اكثر بعد ما يعطينا المدرب تقييمه على التربص الاول والثاني مع بعض، وكلنا على اللاعبيه باش ان شاء الله يتم تجديد بعض العقود ان شاء الله. الملاعبيه الكل باش يواصلوا اتفقتوا معاهم بقيه السيزون ولا فهم لاعبيه مازال ما وافقوش؟ لا مبدئيا اللي باش يواصلوا اللي مش باش يواصلوا على الاقل مبدئيا مش باش يواصلوا يوسف طرابلسي مش باش يواصل. وفما امكانيه كبيره كذلك انه محمد صلاح مازال مش باش يواصل، لكن البقيه باش يكملوا السيزون ان شاء الله. شو من الهيئه ولا شو من الملاعبيه ولا اتفقتوا ولا كيفاش بالضبط؟ والله كوليكتيف، توا نجم نقول كوليكتيف لانه تعرف الانسيدون اللي صار في حمام بورقيبه بعد خروج الملاعبيه من الجروب بقرار من الهيئه بقرار من الاطار الفني بطبيعه وساندته الهيئه المديره، وقعدنا مع الملاعبيه وصلنا اتفاق انه هما عقودهم بطبيعتها تنتهي يعني في الموسم هذايا. بالنسبه لطرابلسي توا في حلم كل ارتباط وقريبا جدا تتضح الصوره اكثر لمحمد صالح المذبي ان شاء الله. محمد صالح المذبي ابن الملعب التونسي، عنده سنين في الملعب التونسي، هو يبحث عن تجديد تجربه اخرى ولا خاطر مش قاعد يلعب ولا علاش بالضبط؟ والله يعني قلت لك راهو عده عوامل ساهمت، مش محمد صالح المذبي ولد النادي تاعنا ولد الملعب التونسي، معناها طول عدى معنا عوام تجي نقول باهيه اللاعبي طول مثقف مهندس محمد صالح مربي، لكن تعرف هذه كوره خويا، هذه فما عقود وفما برشا حاجات تدخل. اذا اليوم بشوف التجربه محمد صالح مربي هذا ما يغيرش انه هو يقعد ابن الملعب التونسي، ويمكن له كل الاحترام وولدنا وين يمشي نتمنى له الخير ان شاء الله. بالنسبه للملاعبيه اللي فما تدعيم الافكتيف ولا مازلتوا ماهوش واضح بالكم برشا لحد الان؟ لا نحضروا في الموسم هذا وفي نفس الوقت نخموا في الموسم المقبل بالطبيعه، لكن مش كل شيء واحد ينجم يبوح به. تعرف الموسم هذا مازال ما فيهش، لكن كما قلت فما نظره استشرافيه للمستقبل، فما قاعدين نخموا في الموسم الجاي ونخموا كذلك الانتدابات نتاعو ونطلع عليه معاه. فما امكانيه انتداب ثنائي من الزمالك جزء من اللاعبيه؟ شوف انا سمعت بالموضوع هذا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، راهو احنا طلبنا استفسار واضحين، صحيح طلبنا استفسار حول زوج لاعبيه من الزمالك. اللاعبيه هما هاني اشرف اللي يلعب في شكل اعاره في طنطا، ومدافع الفريق الثاني في الزمالك ياسين مرعي، هكا ولا؟ ما غير ما ناكد ولا ننفي، لكن تبارك الله عليك ما يفوتك شيء بحول الله. احنا طلبنا استفسار حول راي زوج لاعبيه، ليش استفسار من الزمالك حول رايتهم بعد اللي فيه الخير ربي يسهل فيه، يعني مازلنا في اطار تو الاستفسار، تعرف باش نحكيو مع اي ملاعب ماذا بينا ندقوا الباب مباشره مع الجمعيه نفهموا، واذا كان فما خير ان شاء الله ربي يسهل فيه. فما اجابه من الزمالك ولا مازال جوست دوبا بعثتوها المراسل؟ مازلنا طلبنا استفسار ومازلنا في ان شاء الله تعرف ما نجيش في الوسط، لكن كما قلت راهو هذوما ثنائي يعني في سبيل الاستفسار، نجموا ناخذوهم نجموا ناخذوهمش نجموا ناخذو غيرهم، لكن قاعدين هذا الوالد اللي قاعدين احنا نخمو وزينا نعدوا في العده الموسم المقبل توتون كاردون على لي بيسيون تير بالنسبه وتركيزنا للموسم هذا ان شاء الله نخرجوا به بالاحسن نتيجه نجموا نوصلها ان شاء الله، وهي اقتلاع مكان في بطوله عربيه ولا حتى مسابقه افريقيه، في انتظار ان شاء الله الموسم الجاي يكون خير من الموسم هذا ان شاء الله. من اليوم نبداو نعدوا، ونحن مش من اليوم من البارح بدينا ان شاء الله، ربي يقدرنا باش نحضروا افكتيف زاد اونغيشي اكثر ويكون
ينجم يمشي البيت بالماتوس ان شاء الله. في المقابل فما ملاعب زي ما شفناش، لكن قاعد تحكي عليه برشا يوسف المدب، وصلت الحال معاه ولا ما زلتوا؟ لا بالنسبه ليوسف المدب هو المدى واضح، راهو الملف يوسف المدب اكسكلوزيف مو عند رئيس الجمعيه. لانه دخلنا فيه الكل من الاول وما صار شيء، اليوم عند رئيس الجمعيه هو اللي يتابع فيه شخصيا، اذا كان استحق الامور القانونيه حكينا معه فيها، الاحتمالات القانونيه حكينا فيها الكل، يبقى القرار توا عند رئيس الجمعيه ونستناه. وكذلك اذا ما فما شيء بالنسبه ليوسف المدب سواء من الملعب التونسي او من غير الملعب التونسي او من اللاعب، مازال ما فما حتى شيء توا. فالموضوع كما قلت طويلة الجمعية وقت اللي يجي باش ناخذ فيه القرار ولا الاجراءات اللازمه اللي تحمي حقوق النادي نحن جاهزين. وصلت فيه عرض رسمي متراجي ولا ما تعرفش؟ ولا ما جاش عرض رسمي؟ عرض رسمي ما جاش. اتصالات فما؟ لا انا راني ناطق رسمي يا اسلام، نحكي على الرسمي. اتصالات هذوما والحكايات انا نحكي على الرسمي، حتى تو قلت لي على ابن عبيه قلت لك مجرد استفسارات، بعثنا صحيح مراسل للزمالك استفسار، يعني نتكلم كيف في الامور الرسميه، خاطر كان باش نتكلم على الاتصالات والامور هذيك راهي برشا برشا في تخص برشا من لعبيه تتولي الملعب التونسي باش يكذب 1000 ملاعب وباش يسيب 1000 ملاعب. صحيح. فخليني انا على الاقل في الامور الرسميه، رسميا ما عندي حتى. بقيه التحضيرات لعوده البطوله مع برشا واضحه ولا ما زالت؟ لا واضح البروجرام من قبل محطوطه، وعندنا مقابله وديه جست فما تغيير في التوقيت نتاعها في الموعد نتاعها، عندنا مقابله وديه مع المنتخب الوطني الاوسط كانت مبرمجه لليوم 25، لكن نظرا للتزامن التاريخ هذا مع عيد الجمهوريه ان شاء الله كل عام وبلادنا حيه بخير، وقع تاخيره بيوم الى يوم 26 ان شاء الله جويله في مركب باردو ان شاء الله نفس التوقيت 5 مساء ان شاء الله. فما ايضا جلسه عامه تقييميه بعد غدوه ان شاء الله. اي ان شاء الله بعد غدوه يوم الجمعه 24 جويله فما جلسه عامه تقييميه، هي راهو جلسه سنويه وقت في القانون الاساسي للملعب التونسي العام اللي ما فيهوش جلسه عامه انتخابيه لابد من اجراء جلسه عامه تقييميه. واحنا حرصنا ان ديما نحترموا اي خاطر استاذ فما برشا جماعات تطفي الضوء. والله نحن نحاولوا نحرصوا باش ونمكن فرصه راهو تحبوا تسمعوا لحبه نتاعكم معنا. تعطي فرصه للجمهور كذلك باش يجي ويعبر وينقد ويعطي اراءه، باش نبعدوا على الاقل على الاراء في التراكم هذاك، خلينا اكسبوزي للجمهور مرحبا بهم يجيوا يسمعونا تعاليقهم وارائهم ومساج نتفاعلوا معهم ان شاء الله. واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك أستاذ على كل هذه التفاصيل. شكرا دونك أستاذ أنيس الباجي على تفاصيل مدينة بخصوص آخر أخبار الملعب التونسي. موزيكا وبعد